صباح الخير لك ولجميع المستمعين. حياك الله. يعني بداية أستاذ عبد الناصر، تطلعنا لماذا هذا القرار وما تداعياته؟ بداية لماذا هذا القرار؟ تنفيذ القانون. يعني ما بدوش سبب تنفيذ القانون. نعم. يعني ما هي طبيعة النقاط التي لم تلتزم بها 50 جمعية التي تم إغلاقها؟ إذا رجعنا سوا للنص اللي تم إعلانه بالخبر، بيحكي عن المادة 37 من قانون الجمعيات نقطة 2، إنه الجمعية إذا تم تسجيلها ومضى سنة كاملة على تسجيلها ولم تمارس نشاطها، يحق لوزارة الداخلية إلغاء تسجيلها. صحيح، هذا نص قانوني. طب يعني هل تم التمهيد سابقا لهذه الجمعيات أن لربما ستغلق أو حتى اختارها بشكل عام؟ ألفت الانتباه لكلمة تغلق، يعني كلمة تغلق فيها طابع تعسفي، وإحنا ما بنشتغل بمنطق تعسفي، إحنا بنشتغل، إحنا جهة وزارة الداخلية جهة إنفاذ قانون، بالتالي بالنص القانوني إلغاء تسجيل أو حل. وإذا سمحتي لي كمان، نعم، الموضوع هذا يعني تم الحديث فيه من بداية سنة 2016 ضمن الخطة اللي خاصة بوزارة الداخلية تعزيز العلاقة مع المجتمع المدني، وتم التواصل بأربع لقاءات مهمة جدا مع شبكات واتحادات المجتمع المدني أو تحديدا الجمعيات والهيئات الأهلية، وكان في هناك مطلب إنه جميع الجمعيات المسجلة والتي لا تعمل ولا ليس لديها نشاط وليس لديها عنوان وليس لديها أثر على الأرض، الأصل في الموضوع أن يطبق عليها القانون. إحنا بالسياق هاد شغالين بكافة محافظات الوطن، بمديريات وزارة الداخلية من جنين لغاية الخليل، عم بتم مراجعة السجلات اللي بطرفنا، بتم المحاولة للتوصل لعناوين الجمعيات والأشخاص القائمين عليها والطلب منهم تفعيلها أو القيام بما نص عليه القانون من أداء دورها وتحقيق أهدافها. اللي وصلنا له هينا وصلنا له، واللي ما وصلنا له راح نضطر ناخذ الإجراء القانوني فيه. الإجراء القانوني بيحمل في طياته خطوتين، الخطوة الأولى توجيه إنذار لهي الجمعية ومطالبتها بالعمل حسب القانون، وإذا لم نتمكن من التواصل معها بتم إرسال إنذار عبر البريد المسجل لآخر عنوان مسجل لدينا لهي الجمعية، وإذا اتضح أنه هذا العنوان غير موجود أو فيش فيه جمعية، طبعا هاي مخالفة أخرى، لأن الجمعية حسب القانون المادة 12 يجب أن تشعر وزارة الداخلية بأي تغيير أو تعديل بترأ على وضعها خلال شهر من تاريخ التعديل، وهذه كمان زي ما حكيت مخالفة أخرى. إحنا عمالنا بنعمل كل الجهد الممكن لتجنب لتجنب الخطوة هاي، إنه ما نلغيش تسجيل وما نحل الجمعيات، ولكن كمان بالمقابل مطلوب هناك التزام من الجمعيات ومن القائمين عليها اللي هي بالقيام بما نص عليه القانون من إجراءات و من متطلبات. نعم أستاذ عبد الناصر، من خلال السجلات الخاصة لديكم ومن خلال جمل من الاختيارات للتصويب، هل هنالك تعاطي من خلال بعض الجمعيات في إعادة تصويب أوضاعها وتفعيلها، أم أنها بالفعل كانت لمجرد هدف معين وبالتالي لم تتمكن من إنجاز أي شيء على أرض الواقع وبالتالي نفذت سلطة القانون ما رشح من خلال إغلاق 50 جمعية؟ كمان مرة خليني أتوقف عند الكلمات، يعني حضرتك أنت بتعمل في مجال الصحافة والكلمات لها أثرها وفعلها. إحنا لم نغلق أي جمعية، نحن ألغينا التسجيل. بتأمل منك ومن جميع الإخوان اللي بيعملوا بهذا المجال توخي الدقة وتوخي الحذر في اختيار الكلمات والعبارات. الإغلاق كمان مرة هو طابع تعسفي، ونحن لم نغلق أي جمعية، نحن ألغينا تسجيل. نعم، أتمنى عليك توخي الدقة. نعم، يعني إخواننا أبناء شعبنا حساسين من العبارات، حساسين من الكلمات، فعشان هيك مهم كتير نختار الكلمات ذات المدلول الصحيح. الفكرة كمان مرة إحنا من نستطيع الوصول له نعمل جهدنا سويا نحن وإياه لتصويب الوضع، ولم أي جهة لم نستطيع الوصول إليها بالتالي سينفذ القانون.
إذن في سبيل المراقبة والضبط التام والعمل الصحيح والمسار الصحيح في هذا العمل، وبالتأكيد أن تكون أعمال هذه الجمعيات بهدف ما ترنو إليه بتحقيق على أرض الواقع لا مجرد شكليات، وبالتأكيد من خلال جهودكم سيد عبد الناصر مدير عام المنظمات غير الحكومية وشؤون العامة في وزارة الداخلية، هنالك دائما وأبدا تطبيق للقانون على الكل الفلسطيني، وسواء كانت مؤسسات أو جمعيات.